السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. تعد كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم والأكثر أنفاقا للأموال، لذلك سوف نقدم لكم في هذا الفيديو أكثر 10 أندية مديونية في العالم، فابقوا معنا. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديدنا. في المركز العاشر نجد نادي ليفربول بمديونية تقدر ب 386 مليون يورو، وهو يعد النادي الأقل مديونية بين نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز. أما في المركز التاسع فنجد نادي مانشستر يونايتد بمديونية تقدر ب 420 مليون يورو. أما في المركز الثامن فنجد نادي أتلتيكو مدريد بمديونية تقدر ب 523 مليون يورو، وهو يعد النادي الإسباني الأقل مديونية بين نوادي الدوري الإسباني. أما في المركز السابع فنجد نادي أرسنال بمديونية تقدر ب 625 مليون يورو. وفي المركز السادس نجد نادي ريال مدريد بمديونية تقدر ب 662 مليون يورو. وفي المركز الخامس نجد نادي إسي ميلان بمديونية تقدر ب 666 مليون يورو، وهو النادي الإيطالي الأقل مديونية. أما في المركز الرابع فنجد نادي إنتر ميلان بمديونية تقدر ب 702 مليون يورو. أما في المركز الثالث فنجد نادي توتنهام بمديونية تقدر ب 826 مليون يورو. وفي المركز الثاني نجد نادي يوفنتوس الإيطالي بمديونية تقدر ب 900 مليون يورو، وهو النادي الإيطالي الأكثر مديونية. أما في المركز الأول فنجد نادي برشلونة بمديونية تقدر ب 1.3 مليار يورو، وهو النادي الأكثر مديونية في العالم. شكرا لكم على المشاهدة.